بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الله السكري. ان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض الان ماب لايف هوست ديسكفري. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن الدرس الاساسي اللي المفروض تشوفه قبل ما تبدا معانا، لانه مهم جدا، لانه هيعرفك يعني ايه ارب، يعني ايه سن، يعني ايه اك، يعني ايه الباكتس اللي احنا بنستخدمها عشان نعرف الثري واي هاند تشيك. الحاجات دي كلها لازم تشوف الدرس اللي قلت لك عليه، لكن انا احب اطبق. اوكي، يعني تراي هاك مي مكمل معانا خلال الدوره، وموقع عزيز جدا، وهخليك تخش يعني في المود. طيب احنا اتكلمنا عن ديسكفر لايف هوست المره اللي فاتت، والانيميريشن والسب نتوركس والانترودكشن. هنيجي بقى الان ماب هوست ديسكفري. طيب الان ماب هوست ديسكفري باختصار شديد جدا، انا المفروض انا بتعرف على الهوست الموجوده عندي على الشبكه. اوكي طيب، بتعرف عليها ازاي؟ بص يا سيدي، كل اختصار هو بيقول لك ان في اوبشن عندك في الان ماب، هو ده الان ماب اللي هي مسؤوله عن ان انت بتعمل اسكان على الشبكه باسم اوبشن ده اس ان. الاس ان ده اختصار لايه، او يعني بيعمل ايه؟ ده بيبدا يشوف التارجت بتاعك ده متصل بالانترنت او موجود عندك على الشبكه ولا مش موجود. اوكي، يعني هي موجود فعلا ومتصل ولا لا. طب كلمه بي ار اللي هو سلاش بي ار، الاوبشن ده بيخليك ان انت تستخدم الارب سكان. يعني انا ما بستخدمش غير الارب سكان بس عشان اكتشف الهوست ده موجود عندي على الشبكه ولا لا. طيب المفروض ان انا بحط الرينج، يعني هو انا حط 10.10.210.6 على 24. تمام، ليه عمل كده؟ عمل كده عشان يحط الرينج بتاعه، فبدا ان هو يعمل سكاننج اهو زي ما انت شايف، خد 75 100 165 6، وقال لك دي الحاجات اللي هي ايه؟ اللي هو يعتبر اب، يعني دول الاس اللي هي تعتبر اب. كام اي بي كان واقف او اشتغل عندي؟ ادي 1 2 3 4، اربعه هم اللي كانوا موجودين على الشبكه واب. طيب اربعه هوست زي ما انت شايف. طيب بيقول لك العمليه بتحصل ازاي. المفروض انت بتبعت ارب ريكويست للجهاز، فالجهاز بيرد عليك بيقول لك انا لسه عايش او موجود عندك على الشبكه وقايم يعني، فبيرجع لك ارب ريبلاي. اوكي طيب، الكلام ده ممكن نشوفه بالواير شارك، وعشان ما تخضش برنامج الواير شارك ده بيبدا ان هو يعمل مونتور للشبكه، فبيعرفك يعني الترافيك اللي في الشبكه ماشي ازاي، بيعرفك ايه اللي بيحصل جوه الشبكه. فزي ما انت شايف في برودكاست او حصل، وكلمه برودكاست ان هو في الرسائل يعني جوه الشبكه بتحصل، بتلف في الشبكه بتدور على اي بي معين، فالاي بي طبعا بيرد على الاي بي اللي هو بعت له البرودكاست. اوكي طيب هنا بقى بيقول لك ارب سكان، ممكن تقول له والله ارب سكان تم سودو ارب سكان داش اي ايثرنت داش 1، ده ممكن تستخدمه. يعني تكتب سودو ارب سكان، تحط بعد كده عندك الايه الرينج، هو هيبدا يطلع لك الايه الهوستس بتاعتك خلاص، اللي هي تعتبر لايف زي ما انت شايفين. طلع لي كام هوست؟ طلع لي 3 اهو. اوكي، يبقى ممكن نستخدم الان ماب وممكن نستخدم الارب سكان اوبشن. نفس الكلام زي ما انت شايف اهو، طلع لي الكلام ده فين؟ في الهوست. طيب يبقى احنا عرفنا القصه ماشيه ازاي يا شباب. بالنسبه لموضوع ان انا ازاي اعرف الهوست بتاعي ده لايف ولا لا، تعال نشوف كده السؤال. بيقول لك انسر ذيس كويشنز بلو، قال لك يو ويل سند برودكاست ارب، هتبعت برودكاست ارب ريكويست باكيت ويز ذا فولوينج اوبشن. اول حاجه فروم كمبيوتر 1، هتبعته من كمبيوتر 1 تو كمبيوتر 1 برضه خلاص. طيب تو انديكيتس ذا برودكاست، ماشي هنعمل البرودكاست. باكيت تايب هيبقى ارب ريكويست. اوكي، داتا تراي اول بوسيبل 8 ديفايسز، طبعا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، استخدم البوسيبل 8 ديفايس يعني كل حاجه، يعني اذر ذان كمبيوتر 1، يعني مش احط كمبيوتر 1 بس، لا الحاجات الثانيه زي كمبيوتر 2 كمبيوتر 3 وهكذا. بيقول لك بقى هاو ماني ديفايس ار يو ايبل تو ديسكفر يوزنج ارب ريكويست. حلو، يبقى المفروض ان احنا هبعته من كمبيوتر 1 يلف لفه كلها عشان نشوف الاجهزه اللي موجوده على الشبكه كلها. طبعا قلنا احنا كان في عندنا هنا اللي هو فيو سايت بالشكل ده كده، احنا قلنا هنبعته من كمبيوتر 1 خلاص، والمفروض ان هو يتبعت للاجهزه كلها، يعني يتبعت كل الاجهزه كلها. فاحنا كنا عايزين نعمل هنا ارب ريكويست اهو خلاص، وهنا كان بيقول لك ايه بقى يا سيدي، اقفل ده كده، كان بيقول لك ان المفروض ان حضرتك تجرب كل البوسيبل اوبشنز الموجوده عندك، تجرب كل الايه الاجهزه زي كمبيوتر 2 كمبيوتر 3 4 5 6
سويتش واحد سويتش اتنين اند راوتر، دي الاجهزه اللي موجوده عندك لما بتستخدم. يقول لك بقى هاو ماني ديفايس ار يو ايبل تو سكوب، يعني كام ديفايس ممكن تشوفه جوه ايه؟ جوه النتورك. طيب المفروض احنا عندنا شبكه بسيطه سويتش واحد سويتش اتنين، كل سويتش متصل بثلاث اجهزه والراوتر في النص، يعني كام شبكه؟ هم شبكتين، كل شبكه لها سويتش والراوتر هو اللي ماسك الايه الدنيا عمده يعني. طيب قال لك ان المفروض الباكت اللي احنا نبعتها من نوع ايه؟ من نوع ارب ريكوست. خلاص اخترت ارب ريكوست. الداتا بقى يعني انا هبعت ازاي؟ يعني لو انا عملت سند هو هيقول لك داتا ان باكت ماست بي فاليد ديفايس، يعني لازم احط هنا ديفايس من الديفايسز اللي موجوده عندي هنا. طيب لو انا جيت جربت مثلا ان انا عايز كمبيوتر رقم 6، يعني قلت له انا عايز كمبيوتر 6، جيت هنا قلت له والله بص انا عايز كمبيوتر 6 وقلت له سند، المفروض اتبعتت من كمبيوتر واحد للسويتش فراح موزع على الايه؟ على كل جهاز، مفيش حد رد عليه لان لسه جوه الشبكه، مفيش حاجه ردت. شوف لو انا عملت كده سند تاني، بص سند، خلاص كمبيوتر واحد لكمبيوتر واحد وبعمل ارب، فمفيش ايه؟ مفيش لفه يعني. طب انا لو جيت قلت له هبعت من كمبيوتر واحد لكمبيوتر سته ارب ريكويست واعمل سند، بص شوف راحت للراوتر واختفت، يعني مفيش حاجه عندي حصلت بالشكل ده. طيب اللي بيحصل هنا بيقول لك بقى ايه كام ديفايس اللي ممكن تشوفه عندك لو جيت عملت ارب ريكويست. المفروض لما اجي اعمل ارب ريكويست اوكي من كمبيوتر واحد وانا شغال على سويتش في عندي راوتر، يجيب لي الاجهزه الصحيه كلها هنا، الاجهزه الصحيه هنا كلها. طيب انا لو قلت مثلا عندي كام جهاز، ادي 1 2 3 4 مثلا، لو انا جيت هنا قلت له 4 ديفايسز بس اللي انا لقيتهم، قال لك غلط. ليه؟ بص انا عملت ارب ريكويست من واحد لواحد، قلت ارب ريكويست قلت انا عايز الكمبيوتر رقم 6، شوف ادي 1 2 3 4 اوكي. طيب تعالى مثلا نحط كمبيوتر رقم 2، كمبيوتر رقم 2 رد قال انا موجود. طب الكمبيوتر رقم 3، كمبيوتر رقم 3 هيرد اوكي. طيب كمبيوتر رقم 4، خلاص مفيش حاجه ردت. يبقى انا عندي كام؟ ادي 1 2 3، 3 اجهزه اوكي، او ممكن اقول جهازين، يعني اللايف هوستس اللي انا هلاقيهم هم جهازين اصلا. ليه؟ لان انا دلوقتي على شبكه واحده اوكي، شبكه واحده من اللايف هوست 2 و3 فهيبقى 2. ليه؟ اقول لك ليه. لو عملت ارب ريكوست من على واحد مستحيل هيرد عليا، اخش يدخل على الراوتر ويخش على الشبكه الثانيه يقول لي الاجهزه موجوده ولا مش موجوده، عشان في سويتش عندي في النص هو بينظم الدنيا. فالجهازين دول اللي انا لو استخدمتهم هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي 2 بس هم اللي صاحيين. لو عملت سبميت المفروض يقول لي صح. طيب تعالى نشوف تاني، لو انا جيت هنا قلت يا سيدي انا اسف، هكتب هكتب هنا ايه؟ السويتش رقم 1 مثلا، اهو سويتش. تعال نشوف السويتش هيبقى عامل ازاي لو انت سويتش رقم 1. انا بقول لك جرب كل الايه؟ كل المتاح يعني. فعايزين نجرب كل المتاح، بس هو عايز عدد الديفايسز. لو اعتبرنا السويتش مفيش حاجه ردت، هو كده كده السويتش يعني كيف ده الجهازين دول هم اللي صاحيين مع جهاز رقم واحد، فالمفروض يعني لو قلنا ثلاثه هنجرب، ادينا هنجرب سبميت. تمام حلو قوي، الجهاز بتاعي يعتبر منهم يعني بما ان هو صاحي والجهاز ده صاحي والجهاز ده صاحي. يبقى تاني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ احنا ماشيين واحده واحده. هو قال لك جرب تبعت ارب ريكويست من الجهاز رقم واحد وجرب كل الاجهزه، كام جهاز هتلاقيه صاحي؟ المفروض انا قلت الجهاز ده والجهاز ده، يعني الجهاز 2 والجهاز 3 هم اللي صاحيين في الشبكه دي. طيب حلو، طب الجهاز ده والجهاز ده صاحيين، المفروض احط 2؟ قال لي غلط، لا هتحسب جهازك معاه هو موجود على الشبكه، يبقى في 3 موجودين على الشبكه صاحيين. طيب اوكي، ده بالنسبه للايه؟ للامر ده. ننزل على اللي بعده. قال لك ان ماب هوست ديسكفري، هنستخدم بقى الاي سي ام بي. الاي سي ام بي اللي هو بينج، انا هعمل بينج بقى على الايه؟ على الشبكه. هنستخدم برضه الاس ان اوبشن والبي اي. في البنج بقى بتبعت اي سي ام بي ايكو، هو بيرد عليك بايكو ريبلاي، بتبعت عنده ايكو ريكويست هو بيرد عليك بايكو ايه؟ ريبلاي.
الموضوع سهل خالص برضو، بتحط الاوبشنز دي الـ PE والـ SN اوكي، وعلى طول بيطلع لك الايه النتيجة على طول زي ما انت شايف كده اللايف هوسس اللي موجودة عندك اوكي. طيب لاحظ واحد يقول لي طب الفرق ما بينها وما بين اللي فات ايه؟ مش احنا قلنا كنا بنحط PE السين تارجتس عشان تشتغل، وكنا بنحط هنا بي ار. بس لاحظ بي ار، البي ار ده اوبشن مختلف عن البي اي طبعا. البي ار ده عشان ببعت ار ريكويست، ولا يعني كلمه بي دي، بي دي كانها باكت يعني، يقول لك الار اللي هو ار ريكويست. لكن البي اي انا هشتغل على بينج، ولما اقول له داش بي اي يبقى انا هشتغل على ايه؟ على بينج. طيب حلو قوي ده بالنسبه للاوبشن ده. تعال نشوف السؤال برضو اللي هو عايزه اوكي. وقال لك طبعا ممكن تستخدم البي بي، البي بي برضه انديكيشن اوبشن تيلز ان ماب تو يوز ايه اي سي ام بي اوكي تايم ستامب ريكوست، هنشتغل على كتايم ستامب يعني. وبيطلع لك بقى الاكسبكت لايف هوسس تو ريبلاي، يعني بيقول لك والله انا بص انا عايز اللايف هوسس اللي موجوده عندك اوكي عشان تطلعها زي ما انت شايف. في اوبشن ثانيه زي البي ام، كل اوبشن طبعا بيبقى له ايه النظام بتاعه طبعا، انت كده كده بايه بالطبع. يقول لك answer the questions below. What is the option required to tell nmap to use ICM timestamp to discover. لسه شايفين لما قلنا timestamp كانت ايه؟ لو جينا طلعنا اهو البي ام شوين اللي هو فوق اهو، لا مش ده، فين الاوبشن اللي فوق بتاعنا؟ كنا لسه قارئين دلوقتي ICMP echo اوكي request tell to use timestamp او البي بي او داش بي بي، ده الاوبشن يا سيدي اللي المفروض هنحطه في الاجابه ده بي بي، يبقى انا هستخدم تايم ايه ستاب. فعادي يا عم الاوبشن ده اللي انت عايزه اهو. طيب لا معلش انا حطيته هنا، هو عايز تايم ستامب اوكي اوكي تمام كده. قال لك واتس ذا اوبشن ريكوايرد تو تيل ان ماب تيوز اي سي ام بي ادرس ماك ماسك، يعني ادرس ماسك تو ديسكفر لايف هوس. مين بقى اللي هيستخدم ادرس ماسك؟ تعال نشوف، اظن البي ام او شوين ان ذا فيجر بلو لايف هوس اكسبيت باي اي سي ام بي ادرس ريكوست اوكي اهو. ان ماب يوز ادرس ماسك ريكوايرز اي سي ام بي اند تشيكس وات از جيت ادرس ماسك ريبلاي. حلو، قال لك this scan can be enabled عن طريق البي ام، هي كده حتى كده جايه من اسمها ام ماسك اللي هو ادرس ماسك. فهعمل هنا كوبي برضو اللي دي واروح احطها في الاجابه. شوف احنا بنستمتع ازاي بالحل، بتبدا عمرك ما هتنسى الاوبشنز بتاعت ام ماب تاني. بعد كده بقول لك what is the option required to tell ام ماب to use ICMP echo to discover. طالما انا ايكو يبقى اول واحد خالص اللي هو البي اي، يبقى انا هبعت ايكو يبقى هو ايه البي اي. شوف اهو ده البي اي، ده اللي المفروض هنشتغل على الايكو. يبقى خلاص معروفه، لو انا عايز تايم ستامب هتبقى بي بي. طب انا عايز مثلا عايز اعمل مثلا يا سيدي ايكو، يبقى هتبقى هتحط هنا اي كابيتال، هتبقى بي مثلا ايه اللي هي ايه بي اي خلاص طبعا بيبقى الاثنين كابيتال يعني. طب انا عايز مثلا اعمل ماك ادريس هتبقى دي ام، فاهم يعني الموضوع بقى سهل يعني. نعمل سبميت خلاص كده حلينا الايه الحته دي اوكي كده، مفيش اي مشاكل خالص في الجزئيه دي. نيجي السؤال اللي بعده، قال لك ان ماب هوست ديسكفر يوزنج تي سي بي يو دي بي. انا هشتغل بقى على تي سي بي واليو دي بي، يبقى انا هعمل 3 واي هاند شيك. شوف زي ما قلت لك ايه، انا اصلا كنت شارحها في الفيديو قلت لك عليها لازم تراجعها اهي، انزل تحت شويه او 3 واي هاند شيك. هبعت سن هو يرد عليا بسن اك، هرد اك خلاص كده الدنيا مفتوحه اوكي. طيب بيقول لك الاوبشن اللي هتستخدمه عشان تعمل بينج، يبقى انت المفروض تستخدم ايه سن باكيت، هتبعت في الاول سن باكيت. السن باكيت اختصار بتاعها بي اس، ده الاوبشن. وممكن احدد بورت مفتوح، لان لو بورت مفتوح والبورت ده اوريدي مفتوح موجود على الشبكه يبقى الجهاز مفتوح. ما هو الجهاز عمره ما هيبقى مفتوح في بورتات مفتوحه وصاحيه، البورت هيبقى مقفول طول ما الجهاز مقفول. الجهاز مفتوح البورت هيبقى مفتوح. فقال لك انت ممكن بتحدد البورت، بتقول له مثلا بي اس اوكي، وتحط البورت بتاعك 21 25 تحدد البورتات بتاعتك خلاص. طيب بقول لك انك بتحتاج لروت سودرز، يعني لازم عشان تشغل الامر ده بتحتاج للروت اوكي اهو. قال لك سودو ان ماب، قال لك اس ان هتستخدم البي اس هنا بعد سين باكت، واشتغل على البورتات دي كلها. طبعا ايه هو اوريدي هيشتغل سين باكت ويرد عليك، طبعا بيستخدم هنا الايه الواير شارك عشان يشوف الدنيا. كل ده هتلاقيه في الدرس اللي بقول لك عليه.
اوكي. طب ده عمل اك هطلع لك الستة، خلاص الدنيا مقفوله، الجهاز ده مقفول. اوكي، لان طبعا احنا بنستخدم بي كلمه اك، هيبعت اك في الاول. اوكي، فطبعا بي اي، وكنا الاول كنا بنعمل سن، يعني اول مره كنا بنبعت السن يرد عليه بسن اك. طبعا لو رديت عليه باك ورجع لي بست، طبعا ده مختلف خالص. الباكت اللي انا بعتها اك، الباكت اللي كانت فوق كانت سن. طيب كل واحد منهم بيبقى ايه، له طريقه مختلفه. طبعا لازم تفهم الباكتس قوي 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 قوي، وانواع الاسكان، الماس سكان والكلام. قال لك which TCP ping can does not required a privileged account. ايه التي سي بي بينج اللي المفروض انت اللي هو مش محتاج منك انك تستخدم السودو؟ سؤال مهم. طيب تعال نشوف السؤال الثاني. which TCP ping، ايه هو التي سي بي بينج؟ scan required a privileged account. تعال نرجع فوق، تعال نرجع فوق. هو مقسمهم كام اسكان؟ مقسمهم كام اسكان، مجموعه اسكانات مع بعضها. تعال نشوف. قال لك التي سي بي اكس كان، هل التي سي بي اكس كان محتاج روت او سند سجست باكت، تبعت باكت اهو. وبيقول لك this if you try it as an unprivileged user، يعني انا ممكن استخدمه كايه؟ unprivileged user. يبقى يقول لك are you suggest this sends to packet with an ACK flags you must be run in map as privileged user، يعني لازم استخدمه اهو to be able to accomplish this try it as an privileged user. يعني بيقول لك المفروض، شوف خليني اقراها ثاني عشان تبقى فاهمها. بيقول لك as you have suggest، يعني حضرتك بعد اذنك this sends a packet، هتبعت packet with ack flag set type you must running in map as privileged user، لازم غصب عنك تستخدمه as privileged user. خلاص يبقى انا بشتغل على الايه؟ التي سي بي اك بينج. خلاص، فهنكتب هنا التي سي بي اك بينج، انزل تحت. انا ماشي واحده واحده معاك اهو. هنا ده اظن ريكوايرد، ده ريكوايرد اهوت. الله، جميل، حلنا. هنا بقى بيقول لك ايه اللي مش محتاج، تعال نشوف ايه اللي مش محتاج فيهم. اكيد ال 300 شيك اول واحد اهو. تعال نطلع كده فوق كده شويه، اللي هو السن بينج. قال لك وي كان يوز سند باكيت ويز سن سينكرونايز فلاج سي تي سي بي بورت 80 باي ديفول اند فور ريسبونس اند بورت شود بي ريبلاي كذا 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 كلوز بورت مش عارف ايه كذا. ما قالش ان انت بتستخدم الايه، ما قالش بتستخدم الان ماب كسودرز. بريفجز روت ويوزر كان بي سند تي سي بي سن باكيت and it does not need to complete TCP 300 check even in support is open showing the figure below. طيب يعني بقول لك هنا privileged users، يعني الروت والسودرز كان بي سند تي سي بي سين باكت. طيب تعال نجرب كده نشوف هل السن بينج هيحتاج ولا مش هيحتاج. هو انا بقول لك هنا does not required. تعال كده نعمل كده submit. الله، يبقى السن مش محتاج. حلو، قال لك what option to do you need to add in map to run TCP sin ack ping scan on the telnet port. اشتغل telnet port، يعني ايه التلنت كام؟ التلنت بورت كان تقريبا البورت 21 ده الايه؟ ال FTP. طيب التلنت بورت كام؟ 25. تعال نشوف، تعال نشوف البورتات اللي فوق. احنا كان عندنا السين سكان، حلو، في الاوبشنز اللي تحت قال لك كام؟ 25. يبقى انا المفروض اقول له بي اس 25. اوكي، لان البورت 25 مش البورت 21، 21 ده يعتبر اف تي بي. فتعالى نحط هنا الايه؟ الامر ده، وهنشيل بس ايه؟ 21 نخليها 25. كده. سبميت. ليه بقى؟ زعلتني. طيب وعايز سين سكان، طب نحط ده كده من 21 ل 25، ممكن يكون 21. تعال نعمل كده سبميت، نشوف الهنت. قال لك 23. اوكي انا اسف، 23، هو في الغالب 23، معلش طلعت عليا الامر. اقول له سبميت، ايوه كده صح، معلش. اوكي كده خلصنا البورت 23 ده بتاع فعلا بتاع التلنت، انا غلطت عليا الامر يا جماعه، 25 ده بورت تاني. طيب احنا كده خلصنا كام الماشين؟ خلصنا 90% من الروم دي. يعني نيجي بقى يوزنج ريفيرس دي ان اس لوك اب. ريفيرس دي ان اس لوك اب اللي هو ايه؟ ده تكنيك بنستخدمه عشان
نعرف اذا كان الجهاز عندك ويك اب او صاحي او لا. بيقول لك ان مابس ديفولت بيهيفير استيوز ريفيرس دي انس اونلاين هوستس. انا شغال على مين؟ على الاونلاين هوستس مش على الشبكه اللي موجوده عندي في الشبكه. بيكوز ذا هوست نيم كان ريفيل ا لوت اوف ذس كان هيلبفول ستيبس هاويفر مش عارف ايه، المهم عمال يشرح لك يعني القصه كلها. طب انا هستخدمها ازاي؟ هستخدم الان داش ان اوكي عشان اعمل سكيب للخطوات دي كلها، وداش ار عشان استخدم الايه الدي ان اس سيرفرز اللي اشتغل عليه. طب لو عندك دي ان اس سيرفر ممكن تستخدمه، ممكن تحط دي ان اس سيرفر على طول. اوكي هنا بيقول لك بقى انسر ذا كويشن، وي وانت تو ان ماب تو ايشو ا ريفرس دي ان اس لوك اب فور اول بوسيبل هوستس. في كل يعني انا عايز اخلي الدي ان ماب تعمل دي ان اس لوك اب في يعني لكل البوسيبل هوستس اللي موجوده عندي على السب نت. Hoping to get some insights from the names. What option اللي هنستخدمه؟ الاوبشن اللي هنستخدمه هنا ايه؟ شوف بقى الاوبشن لو جينا شفنا هنا. By default Nmap will look up online hosts. حلو. However you can use option R to query DNS server even offline hosts. حتى على الاوفلاين hosts. يبقى الاوبشن R ده هنشتغل عليه. طب حلو. هنا بقى by default behavior is using reverse DNS online. ده العادي بتاعها. Because the host names can be revealed a lot. هيطلع لك معلومات اكتر. This can be helpful step. However, you don't want to send such DNS required. ما هنستخدم مين؟ الداش ان. لو انا عايز استخدم داش ان يبقى نستخدم. طبعا هاجي نحط مثلا ار. حط مثلا سلاش وداش ار. صح كده. حلو قوي. يبقى الار ده لو انا شغال على كله بقى حتى الاوفلاين. حتى الاوفلاين هوستس هنستخدم الار. كلام جميل. يبقى احنا كده خلصنا الحته دي. نيجي في السمري، انا طبعا بيعرفك بقى الادوات كلها. شوف شايف الحلاوه. اداك بقى كل الاوامر، عايز تعمل ارب سكان ده، عايز تعمل ايكو اي سي ام بايكو ده، عايز تعمل تايم ستامب كذا، عايز تعمل الادرس ماسك كذا، عايز تعمل السن، عايز تعمل الاك، عايز تعمل البنج سكان. اداك الاوبشنز اللي موجوده عندك الان والار والاس ان. اوكي مفيش انسر، ضغط على كومبليت. خلاص مبروك علينا، خلصنا الايه الروم دي. خلاص طيب يبقى احنا كده خلصنا ايه الروم بتاعت الايه الماب دي خالص، وانتهينا ايه وانتهينا من اللي هي بتاعت اللايف هوست. طيب المطلوب بقى مننا ايه؟ المطلوب من حضرتك ان انت تحل المشين دي او تحل الروم دي، وتحفظ الاوامر اللي فيها. تحفظها تحفظها صم وتطبق عليها صم. اوكي عشان يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل وبسيط. كده احنا خدنا الجزء الاولاني من ان ماب اللي هو ازاي نعرف اذا كان الهوست بتاعنا ديسكفرد ولا لا. وطبعا زي ما احنا قلنا الدرس الاولاني ده هو اهم حاجه، لو شفته هيبقى بالنسبه لك الماشين دي ولا حاجه، او بالنسبه لك الروم دي ولا حاجه. انا ما بعتبرهاش ماشين، انا بعتبرها روم. اوكي الروم دي ولا حاجه. خلاص شكرا لكم، واشوفكم في الدرس القادم باذن الله تعالى. وهنتكلم برضو عن السكاننج، هنكمل ان شاء الله الرومز بتاعت الانماب.